أولم يتفكروا في أنفسهم؟ هون طبعا ممكن تحتمل معنيين. أولم يتفكروا في أنفسهم يعني ما قعدش الواحد مع نفسه يتفكر في إيش يتفكر؟ ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون. لاحظوا أولم يتفكروا في أنفسهم، لأنه ممكن واحد على فكرة كثير من الناس ما بذهل إنه يقعد أحيانا بينه وبين نفسه إيش يتفكر، ولذلك يستحب دائما يكون في للإنسان وقت يخلو فيه، يخلو فيه ويتفكر. لما بيخلو وبيتفكر راح يجي نتائج لهذا الكلام، وذاك الخلوة هاي مع النفس والتفكير يوصى بها، وجزء منه لو كان بالليل بيكون موجود يختلي بنفسه ربع ساعة، ابدأ بربع ساعة بعدين بشوية بتشوف حالك ها ويتفكر. هذا معنى. المعنى الثاني التفكر في خلقك انت. أولم يتفكروا في أنفسهم، هاي قانون إيش؟ خلقهم. وإيش خلقهم كمان؟ وهو أصلا السماوات والأرض خلقت من أجل الإنسان، سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض. أولم يتفكروا في أنفسهم؟ طب هاي قانون. ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى. في قضيتين. إذا الآن لاحظوا هون في قضية مهمة الآن. إيش هي؟ إيش هي؟ البشر بسهولة بيدركوا إنه الكون يخضع لقوانين وسنن. الكون النار تحرق سنة، الماء يستطرق سنة ثانية، ولكن البشر بيذهلوا عن إنه المجتمعات البشرية إلها قوانين مثل قوانين خلقك أنت وقوانين خلق الكون. إذا بنفهم قوانين خلقنا وقوانين خلق الكون ممكن هاي بدنا نبدأ إيش؟ بيبدأ الإنسان يعرف بواطن مش ظواهر. الآن بده يعلمك دير بالك قوانين خلقك إنسان، قوانين خلق السماوات بيكشف لك عن القوانين التي تحكم المجتمعات البشرية. القوانين الرسول صلى الله عليه وسلم أحيانا كان مشان يوضح قضية في عالم الاجتماع البشري كان يضرب لك مثال بقوانين الكون. مثل المؤمنين في تودهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، هاي قانون ايش؟ النفس. وفي محل ثاني شو قال؟ كالبنيان المرصوص، المؤمن للمؤمن كالبنيان. لذلك بتلاحظوا الغربيين على فكرة، الغربيين لأنهم في هذا العصر أو هذه العصور الأخيرة، لأنه هذه قضية تبادل بين الحضارات حصلت في يوم من الأيام، كانوا المسلمين هم اللي مسيطرين على العلوم، والآن الغربيين سبقوا، والآن يعني الأمور عم بتتغير شوي شوي، ولأنهم كثير بدرسوا قوانين الكون قوانين الجسد والتفاصيل برضو صاروا يربطوا مع إيش؟ بمحاولة فهم قوانين الاجتماع البشري، الاجتماع البشري. ولكن لأنه بنقصهم الوحي النور اللي الله نزلنا إياه أصلا من أجل أنه إحنا عاجزين عن الفهم الحقيقي في عالم الاجتماع. يعني إحنا شاطرين على فكرة في قضية فهم النظام الكوني الماديات المحسوسات القانون قوانين الاجتماع البشري، هذه مش سهل. إذا في المادة ممكن أسهل أنا أدرك القوانين، في عالم الاجتماع البشري صعب. ليش؟ هذه بدها مئات السنين احيانا ومجتمعات تجرب لفتره طويله. ولذلك احنا بحاجه للوحي ويكشف لنا عن السنن الاجتماع. ولذلك الغرب قد ما هو يعني كان متمكن في علوم الكون وبدرس على فكره اكثر من اي امم ثانيه في علوم الاجتماع البشري، الا انهم الان بيعانوا بدأ يثبت لهم انه مجتمعاتهم مش هي المجتمعات المثالية.
الأمراض الاجتماعية أنهكتهم، الأمراض الاجتماعية راح تدمرهم، انهيارات اقتصادية تفاصيل. طب كيف؟ ليش؟ ما احنا اللي بنعلم. لا انتوا اذا ليش ينزل الوحي؟ اذا انتوا يا بشر قادرين فيما يسمى بالعلوم الانسانية، قادرين تبتوا وبتظنوا انه تستطيعوا تتوصلوا للقوانين، انتوا غلطانين. لابد من الوحي، لابد من الوحي يهديك في هذا الجانب. والان الايات هنا، الايات اللي بنقرأها هي تربط بين، بتربط على فكرة بين قوانين النفس البشرية، قوانين الكون، وسير التاريخ. تاريخ اذا البشر على فكرة وين تبدو ينتبهوا انه القوانين، المجتمعات البشرية الها قوانين. يعني هم بيعدوا ابن خلدون، طبعا في قبل ابن خلدون الحقيقة، بيعدوا ابن خلدون من اوائل من تنبه الى وجود القوانين الاجتماع البشري. واصبح الان كثير ما يكتب في هذه المسألة انه هناك قوانين تخضع لها المجتمعات البشرية، مش عشوائي، المجتمعات تنهض ومش عشوائي، برضو بتنحط وبتنحدر، تسود وتبيد. على اي اساس الحضارات تسود؟ في قوانين. على اي اساس تبيد؟ في قوانين. البشر كانوا بينتبهوا لهذا الكلام لفترة طويلة جدا، البشر مش منتبهين، منتبهين البشر لقوانين الكون، مش منتبهين لقوانين الاجتماع البشري. في قوانين الاجتماع البشري، الله خالقها، وحتى لو عرفنا هذه القوانين نفهم وعد الله وانه لابد يتحقق، لانه الله لما بوعد ايضا لانه عالم بخلقه وعالم بالقوانين اللي خلقها من اجل التغيير. متوفرة ولا مش متوفرة الشروط؟ متوفرة ولا مش متوفرة؟ إذن ولكن أكثر الناس لا يعلمون، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. قضيتين، أولم يتفكروا في أنفسهم، ما خلق الله السماوات والأرض وما بينهما إلا بالحق وأجل مسمى.